مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل ومآلاتها بعد اجتماع الطرفين في العاصمة بغداد، معنا من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. حياكم الله. ما الجديد اليوم في اجتماع رئيس حكومتين في كل من بغداد وأربيل بعد عاصفة ما جرى في كركوك وكذلك أزمة الرواتب؟ نعم، حقيقة يعني الزيارة لم تأتي بجديد، فما يعني خرج من اجتماعات البرزاني مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني كان مجرد تطمينات من الطرفين من أنهم يعني سيواصلون الحوار من أجل حل المشاكل المالية العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية. لكن الجديد ربما هو الموقف الكردي هذه المرة الذي لوح بتدويل القضية ويعني رفع شكوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ما زالت هي الراعية الأولى للعملية السياسية، وأيضا تهديد الكرد بأن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية على وشك أن تنهار، وربما هذه إشارة إلى العودة إلى استخدام ورقة الانفصال وإعلان قيام الدولة الكردية. لكن هذا الإعلان أيضا هو محل شك، لأن المنطقة حاليا متوترة جدا، هنالك تصعيد أمني ما بين إيران وما بين إقليم كردستان، وكذلك رغبة القوات أو تركيا بالقضاء على وجود حزب العمال الكردستاني، الذي تتهم تركيا بعض القيادات الكردية بتقديم الدعم والمأوى لهذا الفصيل المتمرد على تركيا. إذن الأجواء الإقليمية والأجواء المحلية والدولية غير مواتية لأي خطوة باتجاه إعلان الانفصال. طيب، بناء على المشاكل المالية الحاصلة. نعم، وفق هذه الصورة ومن خلال ما رشح من تصريحات والأجواء في الاجتماع، هل ترى أن حكومة السوداني جادة فعلا بوضع حلول للأزمة في أربيل أو مع أربيل؟ أخي الكريم، بصراحة يعني محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء هو غير يختلف اختلاف كبير عن محمد الشياع السوداني عضو الإطار التنسيقي الذي شكل هذه الحكومة بالاتفاق مع الكتل السنية والكردية. لو كان الأمر محصور بيد محمد الشياع السوداني لكان قدم حلول وسطية للمشاكل المالية والمشاكل في مسألة تصدير النفط عبر من أراضي كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وأيضا حصة الإقليم من الموازنة العامة، وأيضا مسألة دفع رواتب موظفي الإقليم. لكن هنالك جهات داخل الإطار التنسيقي تعمل بالضد من مساعي محمد الشياع السوداني إلى تهدئة الأمور وحل هذه المشاكل ما بين الإقليم وما بين الحكومة المركزية حلاً يرضي جميع الأطراف. هنالك يعني اتجاهات داخل الإطار التنسيقي اليوم ممتعضة من أداء محمد الشياع السوداني، وعلى رأس الملفات التي لا ترضي هذه الأطراف هو مسألة تعاطيه مع ملف الموازنة العامة وملف حصة الإقليم في الموازنة العامة مع الحكومة المركزية. نعم، ولكن محمد السوداني يعني جاء بترشيح من الإطار التنسيقي وهو يتكلم باسمهم، هل ترى أنه وفق هذه الصورة وصعوبة اتخاذ ربما هو قرارات لرأب الصدع، هل يمكن أن تلعب أمريكا أو واشنطن دور لرأب الصدع بين بغداد وأربيل بعد الرسالة التي تم توجيهها وأرسالها من قبل مسرور بارزاني إلى بايدن بأنه ربما ينهار الإقليم في العراق؟ نعم، بالتأكيد يعني الدور الأمريكي لا يمكن يعني تحجيمه أو تصغيره، ما زال العامل الأمريكي يعني فعال في الخارطة السياسية العراقية، وأظن أن الولايات المتحدة ستضغط على كلا الطرفين من أجل التوصل إلى حل، وبالتالي يعني حل هذه المسألة حلا جذريا. لكن
لا ننسى أن الحكومة الحالية تشكلت بناء على تسوية سياسية ما بين الإطار التنسيقي وما نعم بين تحالف السيادة وما بين الأكراد. مهم. الأكراد وضعوا على رأس قبولهم بتشكيل محمد الشياع السوداني الحكومة الحالية هو مسألة حل مشكلة حصة الإقليم من الموازنة، وأيضا أن تدفع رواتب موظفي الإقليم شهريا أسوة ببقية موظفي العراق. لكن ظهر أن هذه الاتفاقات كانت اتفاقات وهنة وسرعان ما تلاشت عند أول اختلاف حول مسألة كركوك، حيث تحاول اليوم الكتل السياسية الكردية ترتيب أوراقها والعودة إلى كركوك قبيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، لأنهم يعتقدون أن الانتخابات أو انتخابات مجالس المحافظات القادمة انتخابات مصيرية ستحدد مصير كركوك ربما نعم. لـ50 أو 100 سنة إلى الأمام. طيب هنا أيضا هناك جهتين تشد بعضهما البعض، يعني الرواتب وكذلك مسألة يعني تصدير النفط ومسألة الموازنة. يعني أربيل تقول أن الرواتب لم تدفع من حكومة بغداد، وحكومة بغداد تقول أنه التزامات الكردستان إقليم كردستان من النفط لا تسلمها أربيل إلى بغداد، بالتالي من نصدق؟ نعم يعني حقيقة هنالك يعني صحة في تصريحات الحكومة المركزية. حكومة الإقليم لم تسدد ما بذمتها من واردات تصدير النفط نعم عبر أراضيها إلى الخارج، وبالتالي هذا الشرط كان شرط أساسي وجوهري في الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. قالوا لهم بالحرف الواحد أنه ستلتزم الحكومة المركزية بدفع رواتب موظفي الإقليم في حال التزمت حكومة الإقليم بدفع ما بذمتها من أموال من عمليات تصدير النفط عبر الميناء عبر الخارج من أراضي كردستان. لكن هنالك تقصير من قبل حكومة الإقليم، ولذلك يعني هذا الموضوع أثار عاصفة من الاتهامات لزعماء الإقليم كردستان وتحديدا زعماء حزب البارتي، حيث نعم اتهمت أطراف في الإطار التنسيقي يعني حزب البارتي بأنه يقوم بالتحايل على الحكومة المركزية، ومن أن أموال النفط تذهب إلى جيوب كبار القيادات الكردية في أربيل. طيب، هل تعتقد أخيرا أن يساهم اللقاء في تلطيف الأجواء في كركوك، وهل تمتلك حكومة السوداني هذا القرار بحسب المعطيات المطروحة لديكم؟ للأسف يعني مسألة كركوك مسألة شائكة. اليوم على الأرض من يتحكم في كركوك هي يعني للأسف هي جماعات سياسية وجماعات تقف خلفها ميليشيات معروفة. ما حصل في كركوك قبل عدة أيام أطلق شرارته تدخل ميليشيات العصائب وأيضا ميليشيات بدر وكذلك حزب الله، نعم وبدأ هذا ظاهرا في من تظاهر قرب قيادة عمليات كركوك التي تحاول أو يحاول حزب البارتي استعادة ملكية هذا المقر. اليوم يعني مسألة كركوك مسألة أمنية بالدرجة الأساس، وإذا ما تم حل المسألة الأمنية فأعتقد أن المسائل الأخرى سوف تحل تباعا، إذا ما تم تسوية الوضع الأمني أولا ثم التوجه إلى تسوية الوضع السياسي داخل المدينة. الصحفي العراقي أحمد الجميلي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.